بعضه. لماذا لم يصالح الحسين يزيد؟ وهل من الممكن المصالحة بين الحق والباطل وبين الخير والشر وبين إبليس وآدم؟ ليس مع الحسين من لا يكون مع الله، وليس مع الله من لا يكون مع الحسين. هذه هي معادلة الله وأنبياء الله وأوليائه. فمن لم يكن مع الله لا يكون مع أولياء الله والأنبياء والأوصياء، ومن لم يكن مع الأنبياء والأولياء والأوصياء لا يكون مع الله. من الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام نتعلم كيف نصبر حتى ننتصر، وكيف نقاوم حتى لا نضطر أن نساوم، وكيف لله نركع حتى للطاغوت لا نخضع، وكيف نجعل الدنيا خلفنا حتى تكون الجنة أمامنا. كم كانت بصيرة الحسين ثاقبة في فهم الدنيا، حيث قال: ألا وإن الدنيا دار بلاء وابتلاء، متصرفة بأهلها حالا بعد حال، فالمغرور من غرته والمغبون من فتنت. إن أوسع أبواب الجنة وإن أقرب الأبواب إلى رحمة الرب هو الباب الذي ولجه الحسين بشهادته، وهو باب مفتوح إلى الأبد لكل من يريد اتباع الحسين والدخول إلى الفردوس الأعلى. الطغيان هو الطغيان، سواء تمثل في آل ثمود أو في آل أمية، والظلم هو الظلم، سواء قام به نمرود وفرعون أو معاوية ويزيد. فلماذا يحاول البعض أن يبرر لبني أمية طغيانهم، ولمعاوية وابنه ظلمهم، وينسب ذلك إلى الله، وكأن بين بني أمية وبين الله قرابة، وأنه تعالى سوف يغض الطرف عن بني أمية قتلهم لذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ربنا الذي لم يغض الطرف عن قوم صالح قتلهم لناقة، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ويلكم كيف تحكمون أن بني أمية يدخلون الجنة وهم الذين قتلوا الحسين، أو رضوا بفعل من قتله وأنتم أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟